نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا نسي الحاج من أي جهة رمى بالجمار، يعني إذا نسي، يعني ما يستحضر، شك يعني، ما يستحضر من أي جهة رمى، هذا منها الشك، شك ما يدمع هنا وهنا. أولا يجب أن نعلم أن الشك إذا كان بعد فراغ العبادة فلا يلتفت إليه أصلا، أما إذا كان أثناء العبادة فهذا إن غلب على ظنه أنه صواب فهو صواب، أو تيقن أنه صواب فهو صواب، وإن غلب على ظنه أنه خطأ أو تيقن أنه خطأ فهو خطأ، وإن شك ما في ترجيح فإنه خطأ. هذا إذا كان في أثناء العبادة، يعني أنت واقف الآن ترمي ثم شككت هل هذا موقف صحيح، هل هذا مرمى صحيح أو لا. أما بعد أن تنصرف فالأصل أنه صحيح ولا شيء عليه.